أولا أضع خطا تحت الشخصية التي لم تذكر في النص: عماد، عمار، الأب، الأم. الشخصية التي لم تذكر في النص: الأب. ثانيا أضع خطا تحت المكان الذي لم يذكر في النص: الحديقة، الحي، المدرسة، الفصل. المكان الذي لم يذكر في النص هو الفصل. ثالثا أحيط بخط الكلمة المناسبة: عماد وعمار يتجولان في حديقة الحي. كانت العناية بالنبتة سرا بين عمار وعماد. استاء عمار من عماد لأنه أفشى السر. أولا أنتج جملة أحاكي بها ما يأتي: لا بأس إذا أخطأ صديق نحبه. لا بأس إذا فقدت شيئا ليست له قيمة. ما إن رآه عماد حتى عانقه بشدة. ما إن تلبدت السماء بالغيوم حتى بدأ المطر ينزل. ثانيا أملأ الفراغ بالكلمات الآتية: حينئذ، ولما، عندما، ف. عندما ذهب عمار إلى الحديقة وجد النبتة ذابلة فأصابه حزن. ولما عاد إلى بيته نصحته أمه بأن يكون متسامحا. حينئذ تصالح مع صديقه عماد.